فات. انت برضو لسه مغلس يا اخي؟ مش ممكن حالتك دي، اعرض نفسك على دكتور نرسيني. ليه وانا عيان؟ واحد بقاله شهر مش طايق نفسه ولا طايق اللي حواليه، لا عاوز يروح شغل ولا حتى يشوف اصحابه. معقول يا ثابت تسيب فيلتك اللي تجنن في المنصورية تشتري فيلا مهجورة في جاردن سيتي تعيش فيها؟ يعني اعرف دكتور نفساني لسه راجع من بره، ممكن نروح له سوا. هفكر. ما فيهاش تفكير، على بال ما تفكر تكون وصلت الخنكة. يوه الو، دقيقة واحدة، محطة البنزين بتاع جسر السويس. لا ده نزل وانا مستنيه. الو، مصنع البطاطين اللي في العاشر، مصنع الطوب الحراري، مكتب السياحة. الو، البنك يا فندم. على فين يا فندم؟ مش مهم، امشي على طول. حاضر. هنا؟ اي. والامراض يا فندم؟ يا اخي صحة سعادتك غالية علينا قوي. لمحتك يا ولا وسابتني شباك من عينك يا ولا، اذا عدت قصاد البيت اذا. ازيك يا حمام؟ بعت بكام النهارده؟ وانت مالك يا حبيبي؟ انت ضرايب ولا ايه؟ عايزين منك جوز جنات وهنردهم لك رم ربنا يحلها. الله، انت فاكرني بقى قاعد اضرب ولا البرشام لحس مخك؟ اوعى هات بس. يلا يا ابني يلا يا دكتور من هنا يلا هات. ايه ده؟ ايه ده؟ مطوه تعال مطوه تعال حط اوعى حمام حط التفاحه خد التفاحه هات 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 يلا يلا اوعى طيب ماشي يا حمام. هايل برافو عليك. اصل دي ايه الرمم يا بيه؟ ما تجيش غير بالسك على قفاها. انما لا مؤاخذه مين سك؟ ثابت وجدي. ارحم واكرم يا بيه، محسوبك حمامه. انا ببيع تفاح امريكاني بقى، لا دهنين ولا مدولتين. اجيب لك شويه بعدين. لكن العيال دول كانوا عايزين منك ايه؟ لا يا عيال صيع، الواد الجامد ده اسمه رزه والتاني اسمه سيد الاجرم. عيال بتضرب لها على ريق النوم يجي 10 حبات ابو صليب لغايه لما يدهولوا وينزلوا بقى يقطعوا الشارع. الى وقت كده غلبان يستطاعوا عليه، انما لحد عندنا بقى ولا انا عندي استعداد لمؤاخذه جري قبيله من العيال دي. هايل. طب صدق بالله. طبعا. انا مره كنت في سيما علي بابا. السيما دي بتقدم 4 افلام في برجران واحد، وكان معايا الموزع. السيما ظلمت من هنا والفيلم هيبتدي الا ولاقي لك واد من ورا بيقول ايه؟ يا عمام روح امك اصطلحت. السيما قامت في الضحك. قلت يا جلامة الموزع معاك انه يسكت. ما سكتش. 3-4 مرات وابن الدايخة هو يقول والعيال ترد عليه. لما لقيت السيما كلها بتضحك، حتى البنت اللي قاعدة جنبي بقت تضحك، بقيت أنا الفيلم لا مؤاخذة. رحت واقف وبعلو صوتي لعنت سلسبيل الجدود اللي جابوه. أنا نفسي أشوف بقى الحلو اللي مطلع نفسه بيقول الكلام البايخ ده. يوريني نفسه عشان أربيه هنا. مكتوب إن الواد يرد. ابدا ما رد. قلت ماشي. استنيت بقى لغايه قبل الحفله ما تخلص ورحت واقف على باب السيما وكل اللي خارج اديله على قفاه لغايه لما ضربت السيما كلها. حمامه البلديه جايه. حمامه بعد اذنك يا باشا شيل عم فتوح شيل. يلا ده ظلم يا باشا. واحد زي بقى يحصل يحضضوا عليه ليه؟ ده انا مواطن شريف عشان معيش رخصه يعني. طب وايه يعني؟ بس سيادتك بقى عارف الرخصه دي عايزه فلوس، وانا البضاعه اللي معايا كلها ما تجيبش 50 جنيه. اه والله واخدها بالاجل كمان. اهي ماشيه بالديله يا بيه، لكن برضه نقول الحمد لله. انت منين يا حمام؟ اصلا يعني من الصعيد. ابوها من سوهاج وامي من هنا. ايه بس مش باين على لهجتك انك صعيدي يعني. انا مولود هنا يا باشا ومتربي هنا كمان.